السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الساعة السادسة من قناة مرابطون، نستهلها بالعناوين. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للشفافية في قطاع الصيد بنواكشوط، والرئيس الموريتاني يدعو للتسيير الشفاف والاستغلال المعقلن. والبحبين يقول إن المنتدى سيقيم رد النظام على ممهداته، ويحدد بناء على ذلك موقفه من الحوار. نقابة الصحفيين الموريتانيين تسلم رئيس المنتدى عريضة مطلبية تتضمن أبرز التحديات التي تواجه الإعلام والعاملين فيه. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. قال الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز إن قطاع الصيد لم يحظى بعد على الصعيد الدولي بالمستوى الكافي من العناية لتحسين المردودية الاقتصادية لموارده. وأضاف العبد العزيز خلال افتتاحه مؤتمرا دوليا بنواكشوط حول الشفافية في مجال قطاع الصيد إن قطاع الصيد يواجه تحديات ترتبط أساسا باستمرار الممارسات غير المسؤولة والمسلكيات اللاعقلانية. فقطاع الصيد رغم أهميته الاستراتيجية لم يحظى حتى الآن على الصعيد الدولي بخلاف الصناعات الاستخراجية بمستوى كاف من العناية لتحسين المردودية الاقتصادية لمواردها وضرورة ديمومتها. فمساهمة هذا القطاع لا تترجم حتى الآن في الواقع إمكاناته الهائلة في مجال خلق الوظائف والإيرادات المالية للدول والمساهمة في الأمن الغذائي للشعوب. ترتبط هذه النواقص باستمرار ممارسات غير مسؤولة ومسلكيات لا عقلانية مثل الصيد المفرط والصيد غير القانوني والصيد الذي لا يخضع لنظم وأنشطة تدميرية دون أن ننسى حجم الغموض التي يحيط حتى الآن جوانب معتبرة من مداخل القطاع. وقال العبد العزيز إن هذه الوضعية تنذر بحتمية نضوب الموارد، وهو ما يستدعي من جميع الأطراف أخذ زمام المبادرة للحكامة الرشيدة في مجال الصيد والتسيير الشفاف واستغلال مستدام للموارد، وهو ما تقوم عليه مبادرة الشفافية في القطاع لدى موريتانيا. إن هذه الوضعية التي تؤثر بشكل كبير على أداء القطاع الآن تنذر في النهاية بحتمية نضوب الموارد، كما تظهر ذلك العديد من التقارير العلمية. ولمواجهة هذه التوقعات والمخاوف يتوجب على جميع الأطراف أخذ زمام المبادرة بمزيد من الالتزام بالحكامة الرشيدة في مجال الصيد قائمة على تسيير شفافية واستغلال مستدام للموارد. ذاك هو الهدف الرئيس الذي تقوم عليه مبادرة الشفافية في قطاع الصيد. أكد الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أحمد سالم البحبيني أن الوزير الأمين العام للرئاسة ملاول محمد الأغضب هاتفه بشأن اللقاء من أجل استئناف جلسات الحوار التمهيدية. وقال البحبيني إنه أبلغ محمد الأغضب عدم رغبة المنتدى في لقاء لا يحمل ردا مكتوبا على ممهداته، وإنه أكد له أن اللقاء سيتضمن تقديم رد مكتوب. فعلا احنا تم اليوم اتصال الوزير الامين العام للرئاسة، اتصل بنا وطلب اللقاء يوم غد، وبطبيعة الحال ردنا عليه كان رد منطلق من موقف المنتدى، هو انه لا يرى ضرورة اللقاء، ما هو العادة للقاء يتعلق حول موضوع الرد المكتوب على وثيقة المنتدى. وبلغت الوزير الأمين العام للرئاسة
عن اللقاء، مستعدين له بكل سرور العادة اللي يتعلق برد الحكومة على عريضة المنتدى. وأجاب أن اللقاء أنه يتعلق برد الحكومة على عريضة المنتدى، وأكدت له أنه إن شاء الله سنسكن معه غدا إن شاء الله. وأضاف البحبيني في تصريح على هامش لقاء جمعه بنقابة الصحفيين الموريتانيين أن المنتدى سيقيم رد النظام المكتوب على ممهداته، على أساس ذلك وعلى أساس ذلك سيقرر ما إذا كان سيتوجه نحو الحوار معه أم سيقاطع، وذلك في حال لم يحمل الرد من الإيجابية ما يؤشر إلى جدية النظام بشأن الحوار. طبعا احنا في مرحلة المنتدى فات اذكرها هو أنه مرحلة حالا هي مرحلة معرفة شنو هو رد السلطة على عريضتنا. ذاك الرد ما حصلنا عليه، مفترض أن نعود لهنا نحصل عليه. إذا حصلنا عليه خطة المنتدى واضحة، هي أنه لا يرجع ولا يقيمه، يعرف على أساسه حسب إيجابيته وحسب استجابته، مدى استجابته للمطالب اللي موجودة في العريضة واللي تبعث لجو مطمئن على الحوار، على أساسه لا يخرج ياك التقييم، وياك التقييم هو اللي لا يسفر عنه إما التوجه إلى الحوار وراجين إن شاء الله راجين عنه، هو يعود إيجابي عنه ولا يسفر عن التوجه للحوار، وإما العكس في حالة أنه عاد رد لا يحمل من الجدية ما يمكن المنتدى عنه يمشي للحوار. استلم الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة عريضة مطلبية من نقابة الصحفيين الموريتانيين خلال لقاء جمعه بعدد من أعضاء النقابة في مقرها بنواكشوط. وقال البحبيني إن المنتدى سيأخذ في الاعتبار المطالب الملحة لدى الصحفيين الموريتانيين وسيطالب بها الجهات المعنية. نقول للصحافة في النقابة في مقرها شكرا باسم المنتدى، وجايين نقول لهم اللي عنها تعول على المنتدى وفي دعمها وفي أخذ مطالبها وفي تعدال منهم أولوية عندنا وفي إطار النضال اللي واحدين فيه من أجل الحقوق ومن أجل العدالة في البلد ومن أجل الحصول كل حد على حقه، عنها اللي نديروها في أولويته، وخاصة العريضة اللي طيتونا بما فيها نقاطها المستعجلة. إذا ذا الاستعداد مأكدين لكم ونأكد لكم أيضا عنا قابلين بعين الاعتبار للجهد اللي يلزمنا. من ناحية أخرى، قال نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم للمختار السالم إن الإعلام العمومي في موريتانيا يعاني مشكلة زيادة الرواتب منذ أكثر من عقد من الزمن، وإن زيادة تعتبر أولى أولويات مطالبه اليوم. من أهم هذه المشاكل هي على مستوى القطاع الإعلام العمومي، ذم مشكلة أساسية كي تعرفوا من سنة 2005 آخر زيادة تخلق الرواتب العمال على مستوى الإعلام العمومي كان سنة 2005، وبالتالي نحن الآن في 2016، كل الزيادات اللي عدلت الأحكام المتعاقبة عقب ذلك القطاع الإعلام العمومي لم يستفيد منها، ولا مجالس الإدارة اللي أكلت إليها هذه المهمة فكرت في القضية وحلت، وبالتالي بقات فئة لها بركة 11 سنة عقد من الزمن هي رواتبها مستقرة. وتصوروا لي الرواتب 2015 والرواتب ضرب، والمقارنة مع أحوال المعيشية اللي زادت وأصبحت ضاغطة وأصبحت تطرح كثير من التحديات خاصة على مستوى الغلاء. وفيما يتعلق بالإعلام الخاص، قال أولي المختار السالم إن غياب عقود قانونية مع العاملين في هذا المجال تعتبر أبرز المطالب الملحة، منتقدا في هذا الإطار ما سماه استغلال الطاقات البشرية العاملة في الإعلام الخاص الموريتاني. هذا إطار قانوني ناظم للعقود فيما بين العمال على مستوى المؤسسات الخصوصية، مؤسسات هؤلاء المؤسسات ومشغلينهم، وبالتالي ما ذم قانون إطار قانوني يجمعهم، وبالتالي كانوا هؤلاء العاملين مؤسسات الإعلام الخصوصي ضحية يومية لابتزاز والاستغلال المفرط، وبالتالي استغلوهم المؤسسات الخصوصية، وكل ما زاد واحد منهم والله طلب راتبه والله طلب تعويضه والله طلب حقوقه فجأة ينقص بدون أي حق، ولا كان عنده إطار قانون يحمي.
نظمت في العاصمة نواكشوط ورشة لعرض أبرز ملامح استراتيجية موريتانيا للاتصال من أجل التنمية، والتي تسعى الحكومة إلى وضعها خلال الفترة ما بين 2016-2030، حيث ستدرج ضمن الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر. هذا وقد شارك في ورشة النقاش ممثلون عن عدد من القطاعات المختلفة. هذه الورشة متعلقة باستراتيجية إعلامية حول قطاعات التنمية المتعددة، واللي تسهر القطاعات الحكومية بالقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية لتحقيقها من أجل التنمية. هذه الأعمال والإنجازات اللي تتم من أجل التنمية يلزم لها استراتيجية موحدة للإعلام وللتواصل، من أجل توعية المواطن، من أجل توعية المقرر صاحب القرار، من أجل تنمية أكثر فاعلية، ومن أجل أيضا إعلام الجمهور حول المشاكل الكبرى والتحديات الكبرى والإكراهات اللي تعاني منها واقع التنمية اليوم. خسر منتخب المرابطون في مباراة ودية أجراها ضد نادي جامبار السنغالي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وتدخل هذه المباراة الودية في إطار المعسكر التدريبي الذي دخله المنتخب قبل أيام في داكار تحضيرا لمباراة ضد المنتخب الغامبي والمرتقبة شهر مارس القادم. هذا ويحتل نادي جامبار السنغالي المركز العاشر ضمن ترتيب فرق الدوري السنغالية. نهاية نشرة أخبار الساعة السادسة من قناة مرابطون، وقد تابعتم فيها انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للشفافية في قطاع الصيد بنواكشوط، والرئيس الموريتاني يدعو للتسيير الشفاف والاستغلال المعقل. والبحبين يقول إن المنتدى سيقيم رد النظام على ممهداته، ويحدد بناء على ذلك موقفه من الحوار. نقابة الصحفيين الموريتانيين تسلم رئيس المنتدى عريضة مطلبية تتضمن أبرز التحديات التي تواجه الإعلام والعاملين فيه. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. تتابعون حلقة هذا المساء من برنامج المشهد، وتناقش موضوع الأمراض المهنية وحوادث العمل. التاسعة تتابعون نشرة إخبارية مفصلة بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.